بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أحمده على فضله وإحسانه وإنعامه وتوفيقه حمدا يوافئ نعمه ويكافئ مزيدا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الشمائل الشريفة والخصال الحميدة، وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها، وعلى أحبابنا وذوينا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا، رب تمن بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. طيب، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى نشرع في درس كتاب الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا به في الدارين. فقبل أن أروي أحاديث هذا الكتاب، أريد أن أصدر بمقدمة مست الحاجة إليها بالنسبة للمبتدئين والطالبين. فالشمائل المحمدية اسم كتاب للإمام الترمذي صاحب السنن، و بنفس هذا الاسم علم من بين العلوم، علم الشمائل المحمدية. وهذا العلم، علم الشمائل المحمدية، يبحث عن صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ويبحث عن هديه وسيرته وعباداته وما إلى ذلك. ثم هذا كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رضي الله عنه، لو قيل فيه إنه كتاب جامع فريد في هذا الفن لكان حقا. وبهذا المعنى تحدث عديد من العلماء، مثلا أنقل إليكم قول الإمام الشيخ عبد الرؤوف المنابي رحمة الله عليه، وقال: إن كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي، جعل الله قبره روضة عرفها أطيب من المسك الشذي، كتاب وحيد في بابه. كتاب الشمائل، إن كتاب الشمائل لعالم الرواية وعالم الدراية الإمام الترمذي رضي الله عنه، كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، لم يأت له أحد بمماثل ولا بمشابه. الله أكبر، لم يأت أحد من المصنفين لهذا الكتاب لم يأت له بمماثل ولا بمشابه. سلك فيه منهجا بديعا ورصعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعا، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب.
نعم، هذا الكتاب يعتبر من المواهب الربانية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لأبي عيسى الإمام الترمذي رضي الله عنه. نعم، وتعرف المشارق والمغارب، هذا علامته. كذلك قول الإمام الباجوري رحمه الله، وأيضا شارح لكتاب الشمائل المحمدية، كما أن عبد الرؤوف المنابي رحمه الله أيضا شارح لكتاب الشمائل المحمدية. قال الباجوري رحمه الله: إن كتاب الشمائل للإمام الترمذي كتاب وحيد في بابه، فريد في ترتيبه واستيعابه، حتى عد ذلك الكتاب من المواهب وطار في المشارق والمغارب. نعم، هذا يعتبر كتابا وحيدا. الله أكبر. ثم الإمام الترمذي تعلمون وصاحب السنن باسم الترمذي اشتهر 3 من الأئمة المحدثين، أحدهم الترمذي الأكبر، والثاني هذا إمام الترمذي صاحب السنن، الثالث إمام حكيم الترمذي، حكيم الترمذي، هكذا 3 اشتهرا. نعم، ثم فائدة دراسة الشمائل المحمدية. لها كثير من الفوائد كما لا يخفى، أشير إلى أهمها. هذه الدراسة تكون سببا لزيادة المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. تكون هذه يعني دراسة الشمائل المحمدية تكون سببا لزيادة المحبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته مطلوبة. نعم، وهذه المحبة أو زيادة المحبة تزيد في التقوى وتزيد في الإيمان. فإذا يكون سببا دراسة الشمائل المحمدية تكون سببا لزيادة 3 أمور: محبة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، والتقوى، والإيمان. نعم، قد ورد حتى في صحيح البخاري حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا هكذا تعلق بين الإيمان ومحبة الرسول. كذلك حديث آخر: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثم عد من هذه 3 أن يكون الله ورسوله أحب إليه. فإذا هذا لذة الإيمان، حلاوة الإيمان لها تعلق بالمحبة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة تزيد بهذه الدراسة. هناك علوم 4 لها تعلق بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يزيد العلم في هذه العلوم 4 تزيد المحبة. أحدها هذه يعني الشمائل المحمدية، كذلك الخصائص، خصائص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك السيرة النبوية، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دلائل النبوة، علم 4 دلائل النبوة. هكذا علوم 4 لو ترسخ أحد في هذه العلوم 4
زادت محبته لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى قمتها. نعم، المحبة تكون هناك دافعان للمحبة، سببان للمحبة، الجمال وكذلك الإحسان. وبعبارة أخرى، جمال خلقي وجمال خلقي، فهذان اجتمعا في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أقصى مقدارهما. لأن خلقه صلى الله عليه وسلم كما عبرت عنه عائشة رضي الله عنها، خلقه القرآن، يعني تواضعه، وكذلك توكله، كذلك سخاؤه، جوده، هكذا يعني جميع خصاله الخلقية يعني المذكورة في القرآن موجودة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن لأحد أن يقرأ خلق القرآن في خلق رسول الله، لا حاجة إلى قراءة القرآن، بل بدون ذلك لو راقب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه اندباق أخلاق القرآن بالمئة. نعم، كذلك عبرت خديجة رضي الله تعالى عنها عن خلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خاف أخزيه في أداء الدعوة والتبليغ، وذلك حينما جاء جبريل عليه السلام ونزل عليه بخمس آيات من القرآن، فخاف حتى أصابه الحمى. سبب الخوف هذا يدل على سبب الخوف جواب خديجة سيدتنا رضي الله عنها بقولها لا يخزيك الله أبدا، يعرفت أن سبب خوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخزي، هو خاف الخزي في أداء الدعوة. الدعوة يعني أمان من الله تعالى، مسؤولية عليمة، فخاف هل ينجح أو يخزى. فقالت سلت قامت بتسلية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقولها لا يخزيك الله أبدا، ثم عدد خصاله الحميدة الخلقية، لا إنك تحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هكذا عدد خصال. وهذه يعني الكلمات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة في الحقيقة زوجة رجل صاحب سره، صاحبة سره، هي التي تعلم سر الرجل أكثر من غيرها. إذن هذا بيان صادق. نعم، فهكذا باعثان سببان للمحبة، كلاهما تامان في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الإحسانات إلى الخلق يكون سببا لمحبته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلينا معاشر المسلمين بإخراجنا من الظلمات إلى النور، هذا إحسان لا يساويه إحسان آخر، لا يساويه إحسان آخر. نعم، فهذا سبب عظيم. وكذلك يعني أوصافه الخلقية كان على تمامها، كانت على تمامها، فهذا سبب آخر. يعني يوجد في جميع أوصافه الخلقية تمام الجمال، تمام الجمال يوجد، هذا سبب آخر. هكذا يزيد المحبة. نعم، لو زادت المحبة تزيد التقوى،
والاتباع، الاتباع أمر، محبة أمر آخر، لكن لو زادت المحبة يزيد الاتباع، يزيد التقوى، فكذلك يزيد الإيمان. ثم ذكر الإمام ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه في كتابه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، هذا شرح للشمائل المحمدية، هو قال: اعلم أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن آدمي من المحاسن الظاهرة ما اجتمع في بدنه صلى الله عليه وسلم، هذا جماله الخلقي. ماذا قال؟ اعتقاد هذا واجب من تمام الإيمان، لو لم يعتقد ينقص إيمانه. اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن آدمي آخر من المحاسن الظاهرة، لم يجتمع فيه ما اجتمع في بدنه صلى الله عليه وسلم، لم يجتمع فيه ما اجتمع في بدنه صلى الله عليه وسلم. وسر ذلك أن المحاسن الظاهرة آيات على المحاسن الباطنة. انظروا، هذا المحاسن الظاهرة آيات علامات دلالات على المحاسن الباطنة والأخلاق الزكية، ولا أكمل منه بل ولا مساو له في هذا المدلول. المدلول يعني المحاسن الباطنة والأخلاق الزكية، لا أحد أكمل منه صلى الله عليه وسلم، ليس لا أكمل بل ولا مساو أيضا، كما قال الإمام البوصيري رحمه الله: لا يدانوه في علم ولا كرم. نعم، ولا مساو له في هذا المدلول. فكذلك الدال، الدال ما هو؟ المحاسن الظاهرة، يعني الصفات الخلقية والخلقية الظاهرة كلها. فإذا وهذا الدال أيضا لم يجتمع منه ما اجتمع في بدنه صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نقل القرطبي رحمه الله عن بعضهم أنه لم يظهر تمام حسنه صلى الله عليه وسلم، تمام جماله صلى الله عليه وسلم لم يظهر، يعني يخفى الله سبحانه وتعالى تمام جماله، بل ظهر يعني جزء من جماله فقط، وبعد ظهور جزء من جماله مدح جماله والمادحون، المادحون بأقصى عباراتهم وكلماتهم. ثم وإلا لما طاقت الصحابة النظر إليه، يعني لو ظهر تمام حسنه وجماله لا طاقة، ما طاقة الصحابة النظر إليه لشدة نور جماله وسطوع حسنه، لا يستطيعون. هكذا قال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمة الله عليه. نعم، بعد هذه المقدمة الوجيزة نشر في رواية هذا الكتاب الشمائل المحمدية. نعم، أريد أن نضيف إلى ما مضى مني من المقدمة أمرا، وهذا إلى فوائد دراسة هذا العلم الشمائل المحمدية. قلت إنها تزيد في المحبة والاتباع والتقوى والإيمان، وكذلك يكون سببا لرؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، يكون سببا لرؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام. أرانا الله وإياكم وجهه الشريف في المنام واليقظة. آمين. وإلى هذه الفائدة إشارة من الإمام الترمذي رحمه الله
حيث جعل آخر أبوابه لكتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم، حقق الله رجاءنا ومرامنا. إن شاء الله عندما ننتهي من قراءة هذا الكتاب نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرينا وجه حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام ثم في اليقظة. حقق الله رجاءنا ورجاءكم. نعم، أنا أشرع في رواية هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نسخ مختلفة. في نسخة كما قرأت بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث الأول. وفي نسخة أخرى بعد البسملة الحمد والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة الترمذي رضي الله عنه باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن قبل الباب هكذا في نسخة الحمد لله ثم وسلام على عباده الذين اصطفى. نعم، إذن هذا اقتباس، وسلام على عباده الذين اصطفى هو اقتباس من الآية. لذلك ثم هذا تجريد السلام عن الصلاة أو تجريد أحدهما عن الآخر يكره عند بعض العلماء وعنده ليس بمكروه فلا بأس، هو جرد. كذلك هنا يعني البسملة فقط في نسخة، ليس الحمدلة والصلاة والسلام، هذا يعني أسلوب لبعض المصنفين كما فعل به الإمام البخاري رحمه الله لكتابه الصحيح، هو أتى بالبسملة ثم بدأ في مقصود الكتاب. كذلك الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه في كتابه موطأ. نعم، هكذا كثير من العلماء هكذا أساليب. أما بعض من العلماء هم يأتون ببسملة ثم حمدلة إما على أقل وجهه أو على التفصيل للحمد ثم بالصلاة والسلام هكذا ثم بمقدمة أو بدون مقدمة، هذا يعني عادات في الكتابة والتأليف. أما هؤلاء الأئمة كلهم نظن بهم أنهم يؤدوا آدابا لابتداء بأقصى وجوهها، آدابا لابتداء الثابتة في السنة وغيرها، مثلا المستنبطة. نعم، بأقصى وجهها يؤدون كيف قولا وفعلا، أما في الكتابة هذا فقط. نعم، كما نقرأ من تاريخ بعض العلماء أنهم يصلون الاستخارة، فكذلك يؤلفون كتبهم صائمين. نعم، هكذا كثير من الآداب كانوا يراعون هذه الآداب بأقصى وجهها، هذا اعتقادنا وظننا بهؤلاء الأئمة القادة أسلافنا رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم أجمعين. طيب، ثم بعده قول الإمام الترمذي قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن
عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه، هكذا يوجد في مقدمة بعض النسخ. فذكر بعض الشراح أن هذا إضافة من بعض تلاميذه، لأنه ذكر هناك الشيخ الحافظ نظرا إلى هذا. يعني لو عبر الإمام الترمذي رحمه الله عن نفسه أنه الشيخ الحافظ يكون هذا تزكية للنفس، وقد قال الله تعالى لا تزكوا أنفسكم، هكذا استنبط. لكن وهذا بعض آخر من الشراح استبعد هذا الاحتمال. لو ذكر هو نفسه فلا بأس، لماذا؟ هذا لا يعتبر من تزكية للنفس، بل هذا ترغيب في الخير، ترغيب في الخير. من هذا الجانب يمكن أن يعبر عن نفسه أنه شيخ وحافظ. الشيخ يعني مما مصدر لشاخ يشيخ، فإذا استعماله مثل استعمال رجل عدل، لو كان مصدر هذا عدل للمبالغة، أو هو على وزن السيد كشيخ، شيخ سيد، ثم فعل به التخفيف وصار شيخا. نعم، الحافظ هو أحد المراتب الخمسة بين المحدثين، أحد المراتب الخمسة لأهل الحديث. أولها الطالب، الطالب هو المبتدئ في الحديث يقال له طالب الحديث. بعده المحدث، المحدث من هو؟ هو من تحمل روايته واعتنى بدرايته، المحدث من تحمل رواية الحديث واعتنى بدرايته، هذا هو المحدث في اصطلاحه. بعده الحافظ، الحافظ من حفظ 100,000 حديث متنا وسندا، حفظ 100,000 حديث متنا وسندا، هذا هو الحافظ. نعم، ثم بعده الحجة، ثم الحاكم. والحجة من حفظ 300,000 حديث، الحاكم من أحاط بجميع الأحاديث، من أحاط بجميع الأحاديث هو الحاكم. نعم، هذا كان يعني عند المتقدمين، ثم بعد ذلك يعني دخل الترخيص في إطلاق هذه الأسماء بدون يعني اعتبار لبط هذه يعني الشروط. حفظ 100,000 حديث متنا وسندا بدون ذلك، يعني لو كان من بين المحدثين هو متبحر يقال عليه الحافظ، هكذا يعني جاء الترخيص فيما بعد يعني في الأزمان القريبة. نعم، فإذا أنا أبدأ في قراءة الكتاب بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي، ابن ثورة الترمذي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورضي عنا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد رضي الله عنه عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري رضي الله عنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي رضي الله عنه عن حميد رضي الله عنه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بالجعد ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتفكأ. هنا بحث جميل للإمام الحافظ الفقيه المحدث الفقيه ابن حجر الهيثمي رحمة الله تعالى في شرحه. هنا قال يعلم أن الكلام على خلقه صلى الله عليه وسلم يستدعي الكلام على ابتداء وجوده. يعني أتى المصنف بترجمة باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي الكلام على ابتداء وجوده صلى الله عليه وسلم متى وجد؟ نعم ثم متى وجد؟ ثم يبنى عليه كيف وجد؟ هذا الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله كيف وجد فقط ولم يبين متى وجد. لذلك قال فإذا كيفية الوجود تابع لحقيقة الوجود فإذا يقتضي الكلام على ابتداء وجوده فاحتج إلى ذكره وإن أغفله المصنف اعتراض من الشارح على الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لإغفاله هذا الكلام وملخصه ملخص الكلام على ابتداء وجوده أنه صح في مسلم يعني في صحيح مسلم أنه قال إن الله قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وكان من جملة ما كتب في الذكر وهو أم الكتاب أن محمدا خاتم النبيين وصح أيضا إني عبد الله في أم الكتاب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته. منجدل في طينته معناه أي طريحا ملقا قبل نفخ الروح فيه. نعم وصح أيضا يا رسول الله متى كنت نبيا فقال وآدم بين الروح والجسد. فإذا هذه الأحاديث مجموع الأحاديث تدل على أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجود سائر الأشياء من الخلق يعني بعد وجود الله تعالى لا يقال بعد وجود الله تعالى. لماذا؟ لأن وجوده واجب الوجود. فإذا أول الموجودات سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه. نعم وكذلك صح أيضا يا رسول الله متى كنت نبيا فقال وآدم بين الروح والجسد. فإذا نبوته أيضا موجودة ثابتة متى؟ قبل خلق آدم عليه السلام. ويروى هنا كنت نبيا متى كنت نبيا هكذا سؤال في رواية متى كتبت نبيا وخبر كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. نعم هكذا أحاديث كثيرة. نعم فإذا هذا الكتاب الكتابة يعني الوجود وذكر بعده وحسن المصنف خبر يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد. ومعنى وجوب النبوة وكتابتها ثبوتها وظهورها في الخارج. متى وجبت لك النبوة وآدم بين الروح والجسد. فإذا ما معنى وجوب النبوة؟ كذلك متى كتبت نبيا هذا كتابة النبوة ما معناه ثبوتها وظهورها في الخارج. لهذا المعنى يستعمل الكتابة كما ذكر بأمثلة من القرآن نحو كتب الله لأغلبنا كذلك كتب عليكم الصيام. فإذا ظهور النبوة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الخارج لمن هذا؟ المراد ظهورها للملائكة وروحه صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح.
والحال أن روحه صلى الله عليه وسلم في عالم الأرواح هكذا ظهرت نبوته. فإذا الله سبحانه وتعالى جعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله حال وجوده، وجود روحه في عالم الأرواح. هنا بيان جميل للإمام القسطلاني رحمه الله في كتابه المواهب اللدنية بالنسبة إلى هذا، فتراجعون أنتم. نعم، أنا لا أريد أن أطول بل أنا أشير فقط. ثم فإذا هذا يعني إشارة إلى وجود نور نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه قبل كل شيء. ويقول بعده: واختلفوا في أول المخلوقات بعد النور المحمدي. بعد النور المحمدي اختلفوا في أول المخلوقات. فإذا أول المخلوقات على الإطلاق هو النور المحمدي اتفاقا عند أهل الحق، ليس هناك خلاف. هذا ذكره. ثم يقول صرح به: فعلم أن أول الأشياء على الإطلاق النور المحمدي، ثم الماء، ثم العرش، ثم القلم، هكذا. نعم. ثم يذكر بعد سطور: وورد لما خلق الله آدم عليه السلام جعل ذلك النور في ظهره فكان يلمع من جبينه. هكذا كان يلمع نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جبين آبائه حينما يكون في ظهورهم، ثم في جبين أمهاته حينما يكون في رحامهن. نعم، هكذا كان. جعل الإمام محقق الإسلام سعد الدين التفتازاني رحمه الله سطوع نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جبهة أبيه عبد الله رضي الله عنه مثالا للإرهاصات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه شرح المقاصد. نعم، هذا يعني متفق عند أهل الحق. ثم جعل ذلك النور في ظهره فكان يلمع في جبينه، ولما توفي كان ولده شيس عليه السلام وصيه، فوصى ولده بما أوصاه به أبوه. ما هذه الوصية؟ الوصية يعني ألا يودعه في مرأة طاهرة، هكذا هكذا. نعم، بهذه أوصاه به ألا يوضع هذا النور إلا في المطهرات من النساء. هذا كان وصية آدم عليه السلام إلى ولده شيس، ثم بعده هو وصى به ابنه. هكذا كل يوصي بهذه التوصية إلى أن تسلسلت هذه الوصية إلى والد عبد الله رضي الله عنه، يعني عبد المطلب أوصى بهذه الوصية والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله رضي الله عنه. نعم، ولم يزل العمل بهذه الوصية إلى أن وصل ذلك النور إلى عبد الله رضي الله عنه مطهرا من سفاح الجاهلية. نعم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث. نعم، فهذا يعني كلام جميل جميل جدا يثلج به قلبنا. نعم، ويعني أطال الكلام هنا، وفيه يعني شفاء لكل شبهة بالنسبة إلى هذا الحديث. ثم إن لي كتاب تصنيف، وهذا في الحقيقة بحث جامعي للنيل درجة الدكتورة. نلت بهذا البحث درجة الدكتورة الأولى في جامعة النظامية بهيدراباد دكن الهند. نعم، عنوانه هكذا: النور المحمدي صبح البدايات ومسك الختامات. يمكنكم أن تراجعوا هذا الكتاب. أنا ما اطلعت على كتاب جامع
بسيط في حق نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبرني بعض كبار العلماء من عصرنا أنهم أيضا لم يطلعوا، فهذا توفيق من الله تعالى لي، أنا أشكره عليه وأحمده. نعم. ثم ندخل في شرح الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. الطويل البائن يعني الطويل ظاهر الطول، الطويل البائن يعني ظاهر الطول، يكون طوله فاحشا. لو كان الطويل البائن يكون عيبا وشينا، ولا بالقصير، ما كان قصيرا أيضا، بل يعني لو جلس في مجلس ويرتفع عن المجالسين، وكذلك لو تماشى معه طويلان آخران طالهما، النبي صلى الله عليه وسلم يطول قليلا، هكذا كان. نعم. هذا ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق. أبيض الأمهق يعني أبيض شديد البياض، شديد البياض يعني البياض الخالص، هذا ليس بلون جيد. الذي لا يخالطه بياضه حمرة وليس بنير. نعم. كبياض الجص والبرص وهكذا. نعم. لا، ما كان هكذا، لا بالأبيض اللمهق ولا بالآدمي. آدم يعني الأدمة السمرة، لون الأدمة السمرة، السمرة يعني أصلا هذا المتوسط بين البياض والسواد، بين البياض والسواد. نعم. وهذا يمكن أن يراد، وكذلك يعني تطلق العرب السمرة على ما، على من به حمرة شديدة، يعني هذا البياض لو اختلطت به حمرة قليلا يكون جيدا جميلا حسنا، لو زادت الحمرة يكون شينا وقبحا. فإذا ولا بالآدم يعني ما كان شديد الحمرة، هذا الذي يليق بالسياق. أولا قال لا بالأبيض اللمهق، يعني ليس شديد البياض الخالص، وكذلك لا بالآدم ولا شديد حمرة البياض بل متوسط، ولا بالجعد القططي. الجعودة هو يعني التواء الشعر، يعني التواء الشعر، وتثنيته وضده البسط، بسط يعني استرسال الشعر، لا يكون فيه اعوجاج بل يكون هكذا يعني مسترسلا طويلا بدون اي اعوجاج، وهذا عيب في الحقيقة. الجعودة يعني التواء الشعر، يكون هكذا التواء، لو كان التواء شديد يقال يعني القطط، القطط شديد الجعودة. فإذا ما كان بالجعد القطط، ما كان شديد الجعودة بل قليل الجعودة فقط، هذا جميل. ولا بالسبط يعني ولا مسترسل، ولا ما كان شعره مسترسل طويل بدون شيء من الجعودة، بل يكون شيء من الجعودة هكذا. نعم. الشعر المسترسل مثل شعر الإفرنج، هكذا ذكر بعض من قام بالتعليق لهذا الكتاب، يعني شعر الإفرنج مسترسل. شعر الزنج والسودان هو شعر الجعد. نعم. شديد الجعودة. ثم فإذا وصف من أنس بن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث يعني قامته كيف كان، قامت ما كان طويلة ولا قصيرة، كذلك بين لونه، وكذلك يعني بين شعره هكذا. بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة،
يعني هذا في تمام الأربعين. هذا البعثة ليس إفالة النبوة وسائر يعني الدرجات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا معناه، بل الأمر بالتبليغ. هذا البعث معناه الأمر بالتبليغ متى كان في رأس الأربعين. أما ثبوت النبوة يعني كما قرأنا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، أو آدم منجدل في طينتي، هكذا كنت نبيا. نعم. فإذا هذا أربعين يعني الأمر بالتبليغ في تمام الأربعين. ثم يعني هذا أيضا في مثل هذا اليوم يعني 12 من شهر ربيع الأول. ثم بعده من ذلك الوقت كان هذا ابتداء الوحي من رأس الأربعين، أنا ابتداء الوحي بالأمر بالتبليغ. ثم كان هناك 6 أشهر الوحي في المنام فقط، وبعد ذلك في شهر رمضان نزل جبريل عليه السلام بوحي ظاهر يعني بالقرآن. ثم هناك يعني فترة 3 سنين، وبعد ذلك نزل جبريل عليه السلام مرة ثانية بالقرآن بآيات من القرآن. نعم. هذا الأمر بالتبليغ. فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. نعم. فإذا هنا 40 سنة هذا تمام، ليس فيه إشكال. أقام بمكة 10 سنين، هذا كيف يكون؟ هناك روايات مختلفة، 10 سنين في بعض الروايات 15 سنة، وفي بعض الروايات 13 سنة. فإذا هذا أشهر الروايات 13 سنة. فإذا هذا القائل من هو؟ هذا القائل يعني حذف الكسرة 13، حذف الثلاث بل اقتصر على العقود يعني 10 وكسرا، هذا معناه. وبالمدينة 10 سنين، هذا تمام. فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. على رأس 60 سنة هذا أيضا مشكل، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في 63 من عمره. فإذا هنا أيضا القائل حذف الكسر بل اقتصر على العقود. ثم وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، يعني لم يظهر في من شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بل أقل من 20 في الرأس واللحية جميعا. نعم. فإذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك في كتب الفقه الفقهاء ذكروا من جملة أول ما يجب تعليم الصبيان على الوالدين أو على الأولياء، يجب تعليم اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للولد، هذا هو أول واجب. يجب على الوالدين أو على الأولياء على الولي أن يعلم موليه والولد الصغير الصبي اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أين ولد، أين توفي، وهكذا من أبوه ومن أمه، هكذا أمور. ذكر الإمام سليمان الكردي نقلا، يجب على الأولياء وعلى الوالدين تعليم الصبيان والأولاد جميع ما يتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم من سائر البشر، يجب تمام. فإذا يجب تعليم لونه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل هذه يجب تعليم الأولاد. نعم. ثم وإذا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لا بالأبيض الأمهق ولا بالأدم، بل يعني كان أسمر اللون. أسمر اللون يعني كما سيأتي، أبيض مشوب بالحمرة فقط، هذا كان لونه صلى الله عليه وسلم، هذا أجمل الألوان. نعم. وذكر
الهيثمي رحمه الله في شرحه تنبيه قال أئمتنا يكفر من قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مسودا. يكفر لو قال أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أسود قال نوله أسود والعياذ بالله. وكذلك أو غير قرشي لو قال أحد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قريشي يكفر. أو توفي أسودا لأن وصفه بغير صفته نفي له وتكذيب به. نعم هذا من جملة تكذيبه صلى الله عليه وسلم. الكفر يعني التكذيب هو الكفر. فإذن وصفه صلى الله عليه وسلم بغير صفته نفي لذلك الصفة وتكذيب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم لذلك كفر. ومنه يؤخذ هكذا قال أئمتنا ثم أخذ منه يقول ومنه يؤخذ أن كل صفة علم ثبوتها له بالتواتر كان نفيها كفرا للعلة المذكورة. أي صفة كانت لو علمت بالضرورة فنفيها كفر والعياذ بالله. نعم ثم بعده ذكر حكمة عدم شيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدم شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي الروايات المختلفة في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الشرح في أشرف الوسائل ذكر فائدة بالنسبة إلى شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب قلة شيبه أن النساء يكرهنه غالبا. النساء يكرهن الشيب غالبا. فإذا قلل الله سبحانه وتعالى شيبه. لماذا؟ ليس هذا ترغيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نسائه بل نجاة لهن من الورطة. ما هي؟ ويقول ومن كره من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كفرا والعياذ بالله. من كره من الله سبحانه وتعالى شيئا أي شيء كان. فإذا لو كره شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر والعياذ بالله. نعم. ومن ثم صح عن أنس رضي الله عنه ولم يشنه الله بالشيب ولم يشنه الله بالشيب. نعم هناك خبر إن الشيب وقار ونور. إذن لو كان وقارا ونورا كيف تكره النساء الشيب؟ فيجاب عنه بأنه وإن كان كذلك لكنه يشين عند النساء غالبا. النساء لا ينظرن إلى الوقار والنور بل ينظرن إلى سواد الشعر شعر اللحية والرأس هن يحببن. فإذا لو شاب يكرهن. نعم فإذا نجاة لزوجاته صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الكراهة تأتي طبيعيا. لو كنا يكرهنا هذا الشيبة فتأتي الكراهية لهذا طبيعة. فإذا تخليصا لهن من هذه الورطة تنجية لهن من هذه الورطة قلل الله سبحانه وتعالى شيبه صلى الله عليه وسلم. والله هو أرحم الراحمين. كم رحمة هذه. نعم ثم بعده على الحديث الثاني وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري رضي الله عنه. نعم هذا حديث قد قرأته سابقا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. هذا ربعة يعني مربوع القامة. مربوع القامة معناه ليس بالطويل ولا بالقصير. إذن الذي ذكر بعده وليس بالطويل ولا بالقصير تفسير لقوله ربعة حسن الجسم. حسن الجسم
معتدل الخلق حسن الجسم، حسن الجسم كيف؟ باعتدال الخلق. نعم. والحسن كما قاله بعضهم عبارة عن كل باهج مرغوب فيه حسا وعقلا. الحسن حسي وحسن عقلي، وهو هنا صادق بهما جميعا. حسن الجسم يعني ما يدرك من خصال جسمه عقلا كان حسنا، ما يدرك بالحس من خصال جسمه كان حسنا. نعم. والجسم هو الجسد من البدن والأعلى. وبالجملة فالمراد بحسن جسمه أنه معتدل الخلق متناسب الأعلى. معتدل الخلق متناسب الأعلى كذلك جمال كل عضو أيضا هكذا. نعم. كان جميلا حسنا، كل عضو كان حسنا. وكان شعره ليس بالجعد ولا ليس بجعد ولا سبط كما ذكرنا فيما مضى. نعم. فسرناه أسمر اللون. نعم. هنا السمرة والحمرة ذكرنا للسمرة معنى آخر فيما سبق، وهنا معنى السمرة الحمرة يعني هذا مشوب بالحمرة، لونه أبيض بياض مشوب بالحمرة، هذا معنى أسمر اللون بمساعدة سائر الروايات. نعم. إذا مشى يتكفأ، ما معنى يتفكأ يتكفأ؟ التكفؤ التمايل إلى الأمام، إلى الأمام أو إلى الوراء، إلى الوراء. هنا المراد التكفؤ التمايل إلى الأمام، كما ورد في حديث آخر أنه كان إذا ينحت من صبب كما سيأتي، إذا مشى أنه ينحت من صبب، صبب يعني هذا مكان مرتفع، عندما ينزل هو يعني كأنه يتمايل قليلا إلى الأمام، هذا لأجل الاتزان في المشي، هكذا كان يعني عادة مشيه. وهذه المشية دالة على قوة البدن، هذا هو خصوصيته. هذه المشية فيه دلالة على قوة البدن، وإلا هو لا يستطيع يمشي هكذا، يعني يتعبه هذا المشي بسرعة ولا يستطيع يمشي كثيرا. نعم. وكذلك فيه شيمة أهل العزم والهمة، إذن هذا يدل على قوة البدن، أمر مادي. وكذلك هناك أمر معنوي، حسن معنوي، ماذا؟ علو عزمه وهمته، كأنه مستعد لأمر، هكذا هكذا مشيته صلى الله عليه وسلم. ثم وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه يعني العبدي، قال حدثنا محمد بن جعفر رضي الله عنه قال حدثنا شعبة رضي الله عنه النبي سحق رضي الله عنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا، مربوعا يعني ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم. بعيد ما بين المنكبين، عليم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. هذا وصف براء بن العازب، البراء بن عازب رضي الله، والذي سبق وصف مالك أنس بن مالك رضي الله عنه، الأول أيضا وصف أنس بن مالك. نعم. ثم البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين الكتفين المنقبين، هذا يدل على سعة أعلى الصدر، كان عريل الصدر، هذا معنى بعيد ما بين المنقبين. ذكر الهيتمي أي عريل أعلى الظهري، على الظهر وكذلك على الصدر أيضا، وهو مستلزم لعرل أعلى الصدر. نعم. لو كان أعلى الظهره عريلا يكون أعلى صدره عريلا،
ومن ثم وقع عند ابن سعد الرحيب الصدر، وهذا يدل على سعادة الصدر معنويا أيضا. يعني هناك يعني علم من علوم الطبيعة، هكا يعني صفات وأشكال الأعلى تدل على بعض الأخلاق، صفات أشكال الأعلى تدل على بعض الأخلاق. فإذا هذا يعني سعدت على الصدر، سعدت على الله يدل على يعني الشجاعة، وكذلك يدل على القوة، يدل على الجرأة، وكذلك يدل على الإقدام على الأمور الخطرة، وكذلك يدل على سعة صدره معنويا. فإذا يكون إحسانه كثير، يحسن يحسن يحسن، همه الإحسان فقط. نعم، لا يعني لا يكون في صدره إيذاء لأحد، هكذا لا يدخل في قلبه. نعم، ما بين بعيد ما بعيد ما بين المنكبين عليم الجمة إلى شحمة أذنيه. الجمة يعني مجموعة الشعر، شعر الرأس، هذا عندما يسقط على المنكبين يقال جمة. يعني لو نزلت إلى شحمة الأذنين يكون لمة كما سيأتي، لو جاوز الشعر شحمة الأذن يقال لمة، لو سقطت على يعني لو تدلت على المنكب يقال جمة. فإذا عليم يعني ما كان شعره صلى الله عليه وسلم كثيفا كثيفا، شعر الرأس وكذلك شعر اللحية كان كثيفا، هذا جميل، جمال في الشعر هذا الكثة. نعم، والمراد كثيف الشعر إلى أين؟ إلى شحمة أذنيه، يعني هذا كما ورد في بعض الأحاديث يكون هكذا شعره صلى الله عليه وسلم ما بين شحمة أذنيه وبين كتفيه، هكذا بينهما. ثم هذا يطول الشعر، يطول الشعر، هذا من طبيعة الشعر أن يطول. إذن عندما يمص يعني أو عندما يسقط على المنكبين هو يقصر، هكذا كان عادته صلى الله عليه وسلم. ثم عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حمراء، حلة يعني ثوبان من جنس واحد، قيل ثلاثة من جنس واحد، الراجح يعني ثوبان من جنس واحد، يعني من قطن واحد، يعني قطنهما واحد، قماشهما واحد، جودتهما واحدة، هكذا من جنس واحد. ثم يقال لكل واحد منها أيضا حلة، لكن هذا كان يعني حلة حمراء، حلة حمراء، لأن وبه استدل إمامنا الشافعي رضي الله عنه على حل لبس الأحمر وإن كان قانيا. نعم، فإذا هكذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثياب أبيض، ثوب أبيض وكذلك ثوب يعني ملون، وبعضه كان مخطط، هكذا كما ورد في الأحاديث يعني في كتاب اللباس من كتب الأحاديث. إذن هكذا في بعض الأحيان يكون عليه حلة حمراء. نعم، ثم ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أحسن ممن، من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحسن صفة لذي ذمة، نعم، أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت شيئا قط أحسن منه، أي بل هو أحسن من كل شيء،
لأنه قد علم نفي أحسنية الغير، والتساوي بين الشيئين نادر لأن الغالب التفاضل، وحينئذ ثبتت أحسنيته صلى الله عليه وسلم من غيره. نعم. ثم بعده حديث وبه قال حدثنا محمود بن غيلان رضي الله عنه قال حدثنا وكيع رضي الله عنه قال حدثنا سفيان الثوري رضي الله عنه النبي سحاق رضي الله عنه البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منقبيه بعيد ما بين المنقبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. نعم، تم شرحه سابقا. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل رضي الله عنه قال حدثنا أبو نعيم رضي الله عنه قال حدثنا المسعودي رضي الله عنه أن عثمان بن مسلم ابن هرمز رضي الله عنه النافع بن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين، لخم الرأس لخم الكراديس طويل المصربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله. هذا الحديث الخامس، رواه الإمام الترمذي رحمه الله من شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. هذا حديث رواه من شيخه محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، مع أن الإمام البخاري من شيوخ الإمام الترمذي أخذ بعض الأحاديث من إمام الترمذي، أخذ الإمام البخاري بعض الأحاديث، سمع بعض الأحاديث من الإمام الترمذي تلميذه تواضعا. نعم، فالإمام الترمذي نعم شيخ الإمام بخاري أهلا فضلا عن تلميذه. نعم، ويروى عن الإمام بخاري رحمه الله أنه قال للإمام الترمذي استفدت منك أكثر مما استفدت مني، هكذا ينبغي التلميذ، الشيخ استفاد منه أكثر مما استفاد التلميذ من الشيخ. نعم، هذا فضل عليم للإمام الترمذي رحمه الله. في هذا الحديث وصف علي بن أبي طالب رضي الله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، ثم شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين شثن يعني الغليل، شثن الغلل. نعم، شثن الكفين يعني غليل الكفين، كذلك غليل القدمين. نعم، وهذا أن كفيه وقدميه تميلان إلى الغلل والقصر، فقيل الشثن الذي في أنامله غلل بلا قصر، أنامله كفه كلها غليل، وهذا يحمد في الرجال، هذا الغلل في الكفين والقدمين هو محمود في الرجال، لأنه أشد لقبضهم، هذا يدل على قوة قبضهم وبسطهم، هذا صفة جميل بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للمرأة ليست كذلك، أي ألا يكون كفهن قدمهن غليلة بل لينة. نعم، ثم هذا الغلل أين؟ في العلم واللحم فقط، ليس في الجلد، ليس في جلد الكف كما ثبت في الأحاديث، هذا في خبر الطبراني
ماذا؟ فأخذت بيده فإذا هي ألين من مس الحرير. نعم. وفي البخاري أن أنس رضي الله عنه إذا ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يعني ورد أحاديث كثيرة عن لين جلده صلى الله عليه وسلم، فكيف الجم؟ هذا جلده لين، مع ذلك علم الكفين والقدمين و يعني لحمهما غليظا، وهذا الذي يمدح لأجل قوة بطشه وأخذه. ما كذا بيننا أيضا بعض الرجال، لكن لا يكون غلل كف غيره صلى الله عليه وسلم مثل كف غلله، لكن يمكن بيننا رجال يكون يعني كفهم غليل، نعم، مع لين الجلد. ثم لخم الرأس، لخم الرأس كذلك لخم الكراديس، لخم الرأس يعني على اللخم يعني عليم الحابة، هكذا في رواية أخرى يعني عليم الحابة، هذا اللخامة والعلم في الرأس ليس علما مفرطا، لو كان مفرطا يكون شينا قبحا ذما، لا يكون زينا ولا جمالا حسنا، هذا يعني المتوسط، ليس ما كان رأسه صغيرا ولا كبيرا، بل كان يعني متوسط. وهنا أيضا دلالة، وهذا دال على كمال القوة الدماغية من الحواس الباطنة، وبكمالها يتميز الإنسان على غيره. نعم، هذا لخم الرأس يدل على كمال القوة الدماغية من الحواس الباطنة، هناك حواس باطنة أثبتها ووصلها بعض الحكماء. نعم، على كل حال هناك دماغ موجود له قوة دماغية موجودة، هذا لا شك فيها ولا خلاف. ثم هذه حواس بالتفاصيل التي يذكرها الفلاسفة يعني لم ينكر عليها علماء الدين ولم يثبتوها بسبب عدم أدلة في الشرعين، بل تركوهم وحالهم. نعم، فإذا هذا يدل على القوة الدماغية. نعم، هكذا كان. ثم لخم الكراديس، لخم الكراديس، كراديس يعني رؤوس العظام، كراديس جم كردوس وزن عصفور، والرأس العظم كردوس كراديس. إذن وهذا أيضا يدل على القوة. نعم، فإذا مجموع مدلول هذه الأوصاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على كمال القوة الباطنة كما كان على كمال القوة الظاهرة، الصفات الظاهرة، هذا قوة كمال القوة الدماغية آية النجابة، كمال القوة الدماغية آية النجابة، يدل عليه يعني هيكل رأسه، شكل رأسه. ثم طويل المسربة، المسربة يعني هذا الشعر الذي يمتد من السطر من الصدر، من ما دق من شعر الصدر ينزل إلى أين؟ إلى الجوف أو إلى السرة، هذا طويل يعني ليس منتشرا، بل هكذا كخط ينزل. ثم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من صبب. نعم، هذه الرواية أشرت إليها فيما قبل. نعم، إذا مشى تكفأ يتكفأ هكذا مضى، هنا قال إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحت من صدد، يعني يتمايل إلى الأمام إلى القدام هكذا، لا مر قبله ولا بعده مثله،
علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لما رأى مثله لا قبله ولا بعده. ثم الحديث السادس، وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن المسعودي رضي الله عنه بهذا الإسناد نحوه بمعناه. هذا سفيان حدثنا عن نبيه وكيع، عن نبيه وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد، إسناد يعني السابق. فالمسعودي يروي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب. ثم قال نحوه يعني نحو حديثه بمعناه، فإذن هذا تأكيد، قوله بمعناه تأكيد. قال الهيثمي رحمه الله في شرحه وإلا فنحوه لا يقال إلا لما وافق المعنى فقط. هذا مصطلح المحدثين، لو قال رواه نحوه معناه متحد معه في المعنى فقط، لو كان متحدا في اللفظ أيضا يقول يقال مثله، فإذا هذا تأكيد فقط. نعم. ثم بعده الحديث السابع، اليوم نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا، إن أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله.